يقولون ما الفرق بين المسرح العربي والمسرح الكردي؟ أنا كفواز محمود أقول رأيي أنه لا فرق بين المسرح الكردي أو أي مسرح كان، عربي كان أو أجنبي، أو المسرح يبقى مسرح. صراحة ما قبل الثورة المسرح العربي كان بازدهار طبعا، بتقدم، بتطور يوم بيوم، والمسرح الكردي كان بالانحطاط، يعني عم ينكسر يوم بيوم، عم تصير هون معادلة، واحد عم يطلع الثاني عم ينزل. المسرح الكردي بينما كان يقتصر على المناسبات والحفلات الوطنية اللي كانت تنعرض بمنطقة الجزيرة هون، بسبب طبعا المسرحيين الكرد كانوا مغضوبين عليهم من قبل النظام البعثي طبعا. ككردي في يغني على رجوة على كردستان، والعربي كما في يغني على سوريا وعلى وطنه، يعني بكل حرية. قبل ما كان فيه هيك شيء، كان كنا مظلومين متقيدين بإشي بدك تقوله وفي إشي ما بدك تقوله. أنت شكرا.